من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، ها نحن وإياكم ولقاء متجدد ومشهد تاريخي آخر، مشهدنا من زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكلامه عن الناس وأصنافهم، إذ كانت حوارية مع مجموعة من جلسائه، حيث صنف الإمام الناس وبين في حواريته أفضل الناس في الشجاعة والحلم والتقوى والعمل وغيرها. فلنشاهد. من أعبد الناس يا ابن رسول الله؟ من أقام الفرائض وأسخى الناس، من أدى زكاة ماله. وأزهد الناس؟ من اجتنب الحرام وأتقى الناس، من قال الحق فيما له عليه. وأعدل الناس؟ من رضي للناس ما يرضى لنفسه، وكره لهم ما يكره لنفسه. وأكيس الناس يا ابن رسول الله؟ من كان أشد ذكرا للموت. وأغبط الناس؟ من كان تحت التراب قد أمن العقاب ويرجو الثواب. وأغفل الناس؟ من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. وأعظم الناس؟ أعظم الناس في الدنيا خطرا من لم يجعل للدنيا عنده خطرا. وأعلم الناس؟ من جمع علم الناس إلى علمه. وأشجع الناس من غلب هواه. وأكثر الناس قيمة أكثرهم علما. وأقل الناس؟ وأقل الناس قيمة أقلهم علما. وأقل الناس لذة الحسود. وأقل الناس راحة البخيل. وأبخل الناس من بخل بما افترض الله عز وجل عليه. وأولى الناس يا ابن رسول الله؟ وأولى الناس بالحق أعلمهم به. وأقل الناس حرمة الفاسق. وأقل الناس وفاء المملوك. وأقل الناس صديقا الملك. وأفقر الناس؟ الطامع. وأغنى الناس؟ من لم يكن للحرص أسيرا. وأفضل الناس؟ وأفضل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. وأكرم الناس؟ وأكرم الناس أتقاهم. وأعظم الناس قدرا من ترك ما لا يعنيه. وأورع الناس؟ من ترك المراء وإن كان محقا. وأقل الناس مروءة من كان كاذبا. وأشقى الناس؟ وأشقى الناس الملوك. وأمقة الناس المتكبر. وأشد الناس يا ابن رسول الله؟ اجتهادا من ترك الذنوب. وأحكم الناس من فر من جهال الناس. وأسعد الناس؟ من خالط كرام الناس. وأعقل الناس؟ أشدهم مداراة للناس. وأولى الناس بالتهمة
من جالس أهل التهمة، وأعتى الناس من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه، وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وأحق الناس بالذنب السفيه المغتاب، وأذل الناس من أهان الناس، وأحزم الناس أكظمهم للغيظ، وأصلح الناس أصلحهم للناس، وخير الناس من انتفع به الناس. مشاهدين الكرام، بعد ما شاهدناه من مقطعين أين نحن وفي أي صفة كنا الأفضل وإلى ماذا نطمح، أسئلة تدعونا لإعادة النظر في أخلاقنا، وإلى الله ترجع الأمور، نسألكم الدعاء، في أمان الله. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا، ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى، إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذن في حبهم وتزودا.